يقول: ما أبرز كتب الفقه المعتبرة الذي يقرأ فيها الإنسان ويستفيد منها الشيخ صالح؟ ليس المهم هو الكتاب، المهم المدرس. إذا وجدت مدرسا يتقن العلم تعلم عليه، وهو الذي يعين لك الكتاب الذي يناسبك. أما أن تأخذ الكتب تختار كتب بدون مدرس، بدون عالم يشرحها لك، هذا خطأ كبير وخطره كبير أيضا، لأنك تخرج متعالما جاهل. ليتك بقيت على جهلك وعرفت جهلك، لكن تتطور حتى تظن نفسك عالما وأنت جاهل، لا تدري ولا تدري أنك لا تدري. مصيبة هذا. نعم.